هاي عمر التخت هو حوالي 5000 سنة قبل الميلاد، وكان الشرق الأوسط أول مين اشتهر بالأسرة المريحة، والحملات الصليبية هي يلي نقلت هالتطور للغرب من بعد ما كانت الأسرة مصنوعة من القش. فرشة المي منا اختراع من السبعينات، وعمرها أكثر من 5600 سنة، لما الفرس كانوا يعبوا جلود الماعز بالمي ويستعملوها كأسرة للملوك. تحتوي الفرشة العادية على كميات كبيرة من الغبرة، الخلايا الميتة وحشرات صغيرة، ولهيك بيزيد وزنها مع الوقت، ولما يصير عمره 10 سنين وزنها يتضاعف. بحسب القانون الفيدرالي الأمريكي، فرشة التخوتة المنباعة بالولايات المتحدة لازم تتحمل النار لمدة 30 ثانية قبل ما تشتعل. مين قال إنه قانون ولاية واشنطن بيمنع شراء الفرشات يوم الأحد؟ وهل القانون بعده موجود لليوم وما حدا بيعرف السبب؟ أنا قال، بشوفكم بكرة.